بالتزامن مع العمليات العسكرية الواسعة للجيش اليمني التي تشهدها المحافظات الشمالية اليمنية، حققت قوات الجيش تقدما ميدانيا في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، وسيطرت بعده على جبال الحناية والغيل في جبهة الكتحة الواقعة بأطراف المديرية. وفي محافظة البيضاء وسط البلاد، أحبطت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل حوثي في جبهة قانية، هذا فيما يستعد الجيش اليمني بإسناد من التحالف لاقتحام مركز باق في صعدة معقل الميليشيات. يأتي ذلك عقب السيطرة على عموم المديرية والجبال المحيطة بها وطرد الانقلابيين منها. قوات الجيش الوطني تقدمت تقريبا إلى الجنوب الغربي من المدينة في مناورة عسكرية للالتفاف حول مدينة باقم. الشرعية اليمنية دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهة الساحل الغربي بانضمام لواء جديد تشكل من أبناء الحديدة، وذلك بالتزامن مع احتدام المعارك في محيط مدينة زبيد وتطويق الميليشيات فيها من 5 جهات. ومع الإنجازات العسكرية المحققة بالحديدة، خير تحالف دعم الشرعية الإنقلابيين بين تسليم المدن بموجب القرارات الدولية أو الملاحقة، إما أن يسلم المدينة وبذلك تكون الميليشيا الحوثية بعناصرها تستطيع أن تتحول إلى مواطنين صالحين، إما أن ينتقل إلى قم تحت ضيافة الخامنئي ويكون كشخصية إرهابية مطلوبة. التحالف شدد أيضا على أن لا خيار أمامه سوى الاستمرار في العمليات العسكرية أمام تنظيم إرهابي يتلقى دعمه من إيران. نوال عياض، العربية.